إذن مشاهدينا، بيونغ يانغ على ما يبدو أجرت تجربة نووية جديدة بحسب ما أكدت الحكومة اليابانية ومثيلتها الكورية الجنوبية طبعا. ورئاسة أركان القوات الكورية الجنوبية أعلنت أيضا في وقت سابق من هذا اليوم أن هزة اصطناعية بقوة 5 درجات وستة أعشار الدرجة سجلت. إذن بناء على هذه التجربة طبعا، ولاحقا بيونغ يانغ أكدت هذا الموضوع بعد تطويرها للقنبلة الهيدروجينية الجديدة التي يمكن حملها على الصاروخ البالستي. أيضا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قام بتصريحات على إثر هذه الحادثة. هذه العناوين وعناوين أخرى متنوعة أيضا تتابعونها في نشرة الظهيرة في الساعة 2 بتوقيت السعودية على شاشة أخبار الآن.